عودة لكم مشاهدين على متابعة بقية لقاءاتنا لليوم ومن الكتب والإصدارات الجديدة وطبعا معرض الكتاب للمعارض التشكيلية وللكمان الجاليريات يلي عم ترجع تفتح مرة عن مرة. بتعرف نحن نحكي دائما يعني عفوا عن الجاليريات، نحكي دائما عن الفنانين، عن الأزمة اللي موجودة، ولكن بالرغم من كل هيدا بنلاقي انه في اشخاص مسابرين بهذا الموضوع ومكملين كمان هيدي المسيرة وهيدي القضية. بس نستضيف لقائنا سينتيا نهرة وهي فنانة تشكيلية وصاحبة جاليري سينتيا نهرة بأول معرض وبأول كمان عمل جمعت فيه 10 فنانين رح نحكي عنه هلا، بالإضافة لضيفنا كمان الفنان التشكيلي شارل أندراوس يلي مشارك بهيدا المعرض. سينتيا وشارل صباح الخير. صباح الخير. أول شيء مبروك، يعني مثل ما كنت عم بقول شغلة وفعلا بنركز عليها إنه اليوم في كثير أشخاص يمكن بيعتلوا هم يعملوا معرض، أنت اليوم افتتحت الجاليري، هذا المعرض هو معرض جماعي لأول مرة بيصير بالجاليري، لأنه أول عمل، أول مشروع إذا فينا نسميه أو أول نشاط بيصير بهذا الجاليري. قبل ما نبلش نحكي عن هذا المعرض، شو الفكرة من افتتاح جاليري جديد وشو يلي بحمس الشخص أو شو يلي الشخص تخليه هيك يخاطر بكل معنى الكلمة إنه يعمل جاليري جديد بالرغم من كل الكلام وكل الأزمات يلي بنسمع فيها؟ أول شغلة حبيت أفتح الجاليري سينتيا نهرة أرت جاليري بمنطقة التحويطة. ليه تحويطة؟ تحويطة عاشت صعوبات، وهونيك حبيت حط شقفة نور ثقافية بهالمنطقة لحتى واحد يتمشى يشوف لوحات يحس حاله انه حياته كلها نورت تغيرت وينبسط انه عايش بالمنطقة هونيك بقى. وغير عن هالشي انا دارسة ارشيتكتور، هندسة ديكار، ارشيتكتور انتريور، ارت هيستوري، أديان، فلسفة، والجاليري جمعتهم كلهم بالجاليري. يعني غير الاكزيبيشنز رح أعمل كل شهر ونص رح أعمل محاضرات كمان مع الوقت. أوكي، يعني صار في فكرة. هلا بنرجع نحكي شوي عن هيدي السياسة بالذات. شارل حضرتك مشارك بأكثر من 20 معرض، يمكن لك معرضين فرديين اليوم، شو الميزة من المشاركة بمعارض فردية وبرأيك يعني وين نقاط القوة وين نقاط الضعف، خاصة انه عم بتشارك بجاليري جديد كمان، جاليري بده شوية وقت كمان يصير ينعرف بالاسم طبعا. مظبوط، هي الجاليري من الاساس يعني بداية الفكرة تجمع كمية فنانين يعني عندهم جو معين، لقيت حالي انا بهالجو يعني كتير مرتاح لانه حاس حالي جزء منهم، كأنه بنعرف بعضنا من زمان واجتمعنا وسنتيا قدرت جمعاتهم كلهم بهالمعرض. هذه أهمية المعرض هيدا بالذات. يعني هلا مشاركاتي السابقة أنا كانت يعني طريقة هيك يعني بالصدفة أو بطريقة مشاركة عادية يعني، بس هلا هيدا في جو منيح يعني وممكن يفتح مجال للمشاهدين يطلعوا على هالنوع من الفنانين اللي مش مضوا عليهم كتير. يمكن هيدي هي النقطة اللي دائما بنركز عليها، انه يكونوا شايفين الاعمال، يكونوا كمان محضورين، يكون في ناس تجي وتتابع هيدا المعرض بكل اعماله وخاصة اذا في عدد فنانين. سيدي نرجع شوي لموضوع الجاليري، يعني اليوم في كثير جاليريات وجاليريات معروفة وصار لها عمر كثير طويل بهيدا الدومين بالذات، اليوم وقت بدك تطلع بجاليري جديد بدك تعمل هيدي الفكرة، شو الفكرة هيك المميزة؟ شو القصص الغريبة، قصص جديدة، قصص هيك منا بنشافها بغير جاليريات انت حبيت تعرضيها او حبيت تنظميها؟ حبيت كمان اتعرف على فنانين يقدروا يعبروا اذا بدك عن الغمق تبع افكارهم اللي هي الروحية. يعني اذا بتلاقي بتشوف ال 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 التايتل تبع الاكزيبيشن هو عصر الجديد. شو هو عصر الجديد؟ عصر بالتقدم، تطور النفسي، عصر المسؤولية، وعصر الفهم. بقى كل فنان هو انا نقيتهم معينين عبروا عن هالشيء تحت التايتل. طب هون يعني بدي ارجع ركز على هيدي النقطه، لانه اكيد انه في كثير ناس عم تصل عنا انه جاليري جديد وهي شغله مستغربه. اليوم قد ايه اخذ بعين الاعتبار حركه البيع والشراء؟ لانه في جاليريات عندها ازمه بكل معنى الكلمه، بتعمل معرض لفنانين او فنان يعني يا معرض جماعي يا معرض فردي وبتكون وسط ازمه لانه ما في ناس عم تجي وتشتري اذا كانت اسعار رخيصه يعني ومنا عاليه، او اذا فنانين مشهورين ومعروفين بتكون اسعارهم غاليه، يعني على الناحيتين ما عم بيكون في حركه بيع وشراء. مزبوط، الوضع هلا بلبنان صعب كثير، بس مثل ما قلت هذيك الساعه انه لانه حبيت افتحها بمنطقه التحويطه، لو اذا ما في بيع على الاقل واحد من منطقه التحويطه او من غير مناطق يجوا يغزوا عيونهم بشو بشو في شيء حلو، هن يتقدموا، هن يحسوا حالهم انه عم بيتعلموا شيء. يعني كمان شيء اشتراكي اكثر من ما شيء كمان غير بيع. هالامور
معملة تجارية يعني، هي شغلة كمان حياتية في تجارة يعني. وفي كمان شيء سوشيال يعني كمان نوع من الاجتماعية to the growth of the community. هذا هو الأساس يعني، مثل ما لاحظنا بفكرتك أنه يكون في نوع من العلاقات الاجتماعية اللي بتربط أهل هالمنطقة بالذات. رح أرجع لك شارل، يعني اليوم بمعرض جماعي دائما يعني يا بيكون في هوية، ولكن صعبة أنه تجمع هوية فنية لمجموعة من الفنانين. أنتم تقريبا 10 فنانين عارضين بهذا الجاليري الجديد، شو الميزة المشتركة؟ وهل فعلا في ميزة ولا لا كل واحد عنده خطه المعين، عنده فكرته المعينة؟ لأنه هلا بنشوف لوحاتك تختلف كليا عن لوحات سينتيا، وتختلف كثير عن ريتا وغيره كمان من الفنانين هلا يلي بنحكي عنه. مزبوط. هو كل انسان، كل فنان من هول الفنانين بيشتغل لحاله باسلوبه يعني، حتى قسم منهم ما بيعرفوا بعضهم يعني، حتى او بيعرفوا بطريقه هيك كثير بسيطه بس كل واحد عم بيشتغل على خطه، ولكن في شيء بيجمعهم كلهم سوا هو هالبعد الروحاني اذا بدك، هالبعد في يعني شغل بمسؤوليه وبهدف وبرساله معينه، هذا اللي بيجمعهم. مشان هيك بتلاقي انه في، بتحس انه بالجاليري في جو معين. هون رح نبلش ناخذ اول الاعمال. هذا عمل لك انطوان منصور. انطوان منصور لانه في اعمال، هذا هو الجاليري من برا. في يعني اليوم شو هي السياسه اللي وضعتيها سينتيا لهذا الجاليري؟ هون بس وقت يكون في عمل لك شرط. هذه لالي. اوكي. هذه اسمها لوت، صراع بين يعقوب والملاك. نعم. هلا كل الاعمال فيها سوريالية يعني. يعني يمكن الاطار تبع التصوير لها في قريب شوي من السورياليه، ولكن منه سورياليه محض، هي بيشتغل على الطريقه الرمزيه اكثر. يعني في رموز بيستخدمها تجتمع باللوحه لتالف جو معين. مع انه اليوم خليني اسالك يعني، اليوم العالم عم تفتش اكثر على الواقعيه، وفي عالم كثير عم تروح للتجريد، ولكن يعني حضرتك مشهوره بالتجريد، وهلا بنشوف اعمالك اللي هي تجريد ابستراكت. هذا هو يعني، هذا كمان عمل لك. برايك اليوم العالم عم تروح اكثر للواقعيه على القصص الملموسه ولا لا؟ يمكن مثل ما بقول شر راجبك على السؤال. اليوم وقت واحد بقول ار كونتمبوران، بس متين جا مبرومي الار كونتمبوران، يعني بفرجي شيء واقعي. هلا شيء واقعي، افتح التلفزيون شوف الاخبار، ها هي الواقعي. انا حبيت اخذ الديفينيشن تبع الار كونتمبوران، انه بعدهم هن عايشين. نعم، تعريف شنو ميتين؟ انا الفنان بعده عايش، هي قصدي بالار كونتمبوران. هلا فنان عايش، وانت كنت عم تحكي عن ستيل سورياليست كمان، سوريال. مش تبع شارل اندراوس، اكثر بالسامبوليست. اوكي؟ في انطوان مونسيور. هيدي لوحه لك مثلا نسيتها. هي لوحه لإلي. عن شو بتحكي؟ شو هي؟ ثوره مثلا؟ هي حرب؟ هي شو؟ مش حرب. It's a fusion بين المادة وبين الروحي، بين ال في دمج يعني، في جمع بين انصهار. ايه، في بدل في هالكونفليكت بين الماتير والروح، كل شيء روح. وكيف تجمعوا الاثنين بالفهم؟ الفهم هو بالنص، هو بيجمع المادة والروحي. طيب بعدنا عم نحكي عن موضوع الواقعية، هدول اللوحات يلي كمان عم نشوفهم هن كمان لوحاتك، بعدنا عم نحكي عن الواقعية، ليه رحتي هالقد للتجريد؟ للابستري. الابستري هو حبيت اكسر الفورم، تكسر الفورم حتى تحكي اكثر بالايموشن. اوكي، بتطلع على لوحاتي في عندك الالوان هن بيعبروا شيء لك، وفي عندك الكات يعني، واحد بده يطلع وين النور، اي نور، مش عم بحكي نور برانيه، نور جوانيه، نور جوات نفس كل واحد اللي هي روحانيه. ها هي يعني وانت بتحكي عن هالصراعه، واحد يقدر يفوت جوات ذاته قد ما في. نعم، رح نرجع لموضوع نوعا ما الفلسفه يلي حضرتك يمكن مركزه عليها نظرا لدراستك ولا كمان لجمعك. هيدا البوستر تبع المعرض مزبوط يلي تبعني، وخلينا نقول شغل المعرض هو مستمر ل 23 ديسمبر، ومثل ما قلنا في كل شهر ونص تقريبا تنظيم لمعرض جديد، وهيدي الشغله كمان كثير مهمه. شغل ارجع شوي للرمزيه، يعني اليوم الرمزيه شغله مهمه، شغله عندها جمهورها او يمكن نقطه عندها جمهورها، ولكن دائما بعدنا بدي ضل بنفس المحور انه العالم بتفتش على الواقعيه، العالم بتفهم الرمزيه، العين بتقشع، الوجه الصبي، يعني كل هالامور يلي هي بسيطه بالتحليل، مانها صعبه بس، ولكن كيف ممكن نفلسف الشغلات وليه بنفلسف الشغلات اوقات ببعض الاعمال الفنيه؟ هي اللي بيشتغل فيه انا الاسلوب، اسلوب تصويري بالنهايه، يعني بتقشع اشكال، بتقشع اشخاص، شايف عم بتركبهم مع بعض. ايه يعني في صوره، منا تجريديه، ولكن هالاجتماع الامور مع بعضها، هيدي هالعناصر بتجتمع مع بعضها بتخلق جو معين.
مش مطلوب من المشاهد انه كتير يتفلسف او يتعمق، او هو يعني بيلحق احساسه وبيفوت باللوحه. هلا اكيد انا مستند على مواضيع احيانا باخذها من الاساطير اليونانيه او من الاديان او من غيرها، ولكن هيدي مثل طرف خيط بسكو انا للمشاهد، هو بترك له حريه الانطلاق مطرح ما بيحب ينطلق. هذه هي اهميتها بالنسبه لي. هلا قديش بتنطبق على المدرسه الرمزيه بالفعل يعني بحذافيرها، ما كثير انا بجرب اني ارتبط بمدارس، ولكن قريب منها، بس انه ارتبط بمدرسه معينه وروح فيها على الاخر والتزم، بحب اكون حر، ومثل ما بحب كمان انه المشاهد والمتلقي يكون حر كمان هو بال. نعم. سيدي في معايير معينه اخترتيها او حبيت تركز عليها باول معرض؟ يعني اليوم المعرض بيشتغل لانه يعمل هويه لإله، يعني يصيروا الناس اللي بدهم يرجعوا يجوا يتابعوا بكل تنظيم معرض يعرفوا انه هيدا المعرض رايحين يتابعه لانه في روح، في هيك في حيويه شوي، ولو انه مش بس بالعارض، مش بس بالفنان، حتى كمان بجو الجاليري. اليوم هيدي السياسه شو هي يلي عم تشتغل عليها، وكيف انت عم تشتغل على انه تمشي على خطى ثابته، تتعلم شوي من اغلاط يمكن كثير من الجاليريات الثانيه يلي عندها ازمات هلا؟ اكيد انا فتحت الجاليري بهذا بالتايتل العصر الجديد، وكل فنان هو عارض هلا بالجروب شو عملت له سولو شو، يعني معرض خاص له. شارل اندراوس معرضه لحاله رح يكون بابريل. اوكي يعني هدول كلهم هلا كل واحد من هالفنانين رح يكون عنده هلا معرض فردي. معرض فردي خلال السنه. خلال السنه. طيب اليوم قد ايه برايك ممكن هيك نوع من المعارض او نوع من الجاليريات تفتح مساحه قدام التجارب الجديده؟ لانه اليوم يلي عم يتخرجوا يلي عندهم اعمال ولو انه مش دارسين اكاديميا او بالجامعه بحق لهم كمان انه يعرضوا، ولكن دائما بلبشوا على الفرصه. اكيد اكيد بدل في عندك نيو تالنت بيطلعوا من المدارس، وانا بدي اكون بريزنت لهم هن اي ام هير. انا شغلي اكيد مش الا المعروفين والكوتي وبس، لا في عالم، في فنانين مش دريانين فيهم مخبيين. مظبوط. اوكي وشغلي انا روح نبش عليهم يعني، او نبش عليهم هن يجوا يعرضوا عليك انه يعرضوا بقلب هذا المعرض. شغل بالمعرض الجماعي بصير في نوع من خلينا نسميه ضياع، يعني بمعنى انه الشخص اللي رايح يتابع المعرض بده يشوف يمكن عشرات المدارس، عند كل فنان بيشوف مدرستين او ثلاثه، يعني نوعا ما هيك يعني ما بيكون مركز على فنان واحد، برايك هذا الشيء ما بيضر شوي؟ يمكن الواحد يحسها بالضر، بس انا بلاقيها لا بتفيد من اي ناحيه. بصير المعرض وكانه فيت على اذا بدك على معهد او على متحف، عم بيتعرف على مدارس، عم بيتعرف على حديقه بستان كبير فيه ورود، بيشوف بيطلع وكمان بفتش عن ذاته احيانا، يعني بيشوف انه هو لاي جو بينتمي، بصير يطلع من ذاته اشياء يمكن ما كان مطلعها. هيدا بتخلق له للزائر طبعا. فرصة انا بلاقيها فرصة كتير مهمة، وخاصة اذا كان في تجانس مثل ما عم نقول بالاساس بين العارضين. طيب اليوم سيدي حضرتك كيف اخترت الفنانين لانه تعمل هذا المعرض الجماعي؟ بالستيل تبعهم، بالغمق تبع الرسالة تبعيتهم، وجمعتهم كلهم، كل واحد عبر على مش ما كان عم بقول هذيك الساعة شارل عن هو شو هي التطور النفسي تبعه، بس كله تحت ذات ذات السقف يعني ذات المحور. اكزاكتلي. نعم. اليوم ممكن شارل نتعلم من المعارض الجماعيه يعني من خبرات بعضنا، لانه في بيكون فنانين وبحبوا انه يشاركوا، بيكون في فنانين صار عندهم عمر، صار عندهم زمن، صار عندهم تاريخ كمان بالفن وبهذا العمل، وفي فنانين مثل ما ذكرت سنتي انه بعدهم باول تجاربهم، برايك اليوم بصير في نوع من التبادل ولا لا بتضل محصوره كل شخص لحاله ولو انه نحن بمعرض جماعي؟ هيدي بترجع لطبيعه كل فنان، ولكن انا بحس انه بحب ياخذ ويعطي يعني. مظبوط، بس انا بشوف انه لا نحن بهالجاليري يعني في جو، في ليونه، في ممكن يصير في تبادل اكيد، انه قد ما صار عمره الانسان بضل بحاجه لانه يطلع، انه يكتسب، وبهالجاليري في يعني اعمار متعدده يعني بهالمعرض اجمالا. هيدي كمان كثير منيحه، يعني مثل كمان بصير حق التجارب، ممكن حق الاختبار وتلاقح بالافكار. اذا بدك طيب اليوم بلوحاتك بالرمزيه كيف عم تشتغل على تطوير اللوحه ما توقع بنوع من النمطيه، نوع من التكرار، انه لو انه الرموز بتختلف، لو انه الرمز يعني الاشكال بتختلف، ولكن بعدنا نفس الفكره، حتى الفكره اذا وقعت بالتكرار بتوقع، يعني ما لنا شغله منيحه كثير، انت كيف عم تشتغل على هالموضوع؟ بدراسه معينه، بقراءه معينه، متابعه يمكن عالميه معينه؟ هي اجمالا انا اكثر شيء المواضيع اللي باخذها من وراء قراءاتي، و
كل ما كان مروحة القراءات واسعة كل ما بيصير مجال أكثر للشغل أوسع. ويترك حاله كمان الإنسان حر بالانطلاق، ما يكون في شيء مقيده وحاصره. هيدي هي. هلا ممكن ايه تصير خطرة أحيانا إذا واحد وقع بالنمطية مثل ما عم بتقول، بس شرط يشتغل على ذاته يوميا ويطور افكاره. هذه شغله كمان مهمه وكثير من الفنانين بجربوا وان شاء الله كمان يمشوا على هذا الطريق. سينتيا ذكرت الشغله بدي ارجع عليها باول حديثك، انه في رمزيه معينه لهذا المعرض بالذات او لهذا الجاليري بمكانه الجغرافي. بعد اول تجربه ولو انه بعدنا هيك بفتره تقريبا الاسبوع، هل عم تنجح معك هذه التجربه وكيف لازم نحرك اكثر الحركه الفنيه والتشكيليه بلبنان؟ من خلال معرضك طبعا. هلا لازم واحد يعمل ليعرف كيف بتصير الامور، كان في واحد ما يفتح قال لي، كان في واحد يقرر يشوف انه الحاله مش منيحه او صعوبات السوشيال اللي فيه. بس انه واحد لازم يجرب. هلا عملنا، اوكي عم بعمل وانا هون هلا مثلا عارف. خليني اقول لك شغله فعلا، انه اليوم حتى الفنانين يلي ما يمكن ما بيعرفوا بالجاليري او يلي بيتعرفوا على الجاليري او حتى يمكن ما يعرضوا بالجاليري، ولكن اكيد انا انه بايده هيدي الفكره وهيدي التجربه، انه على القليل شخص يقوم بهذا العمل، يقوم بهذا المشروع وبهذا النشاط. المعرض مشاهدينا مستمر ل 23 ديسمبر كل يوم بهذا الجاليري الجديد، جاليري سينتيا نهرة على اوتوستراد التحويطة، اوتوستراد الرئيس الياس الهراوي مثل ما انه معروف هنيك، وكل ممكن يروح. وشفنا كمان من برا يعني ما بيضيع هو على الطريق العام، فدعوة لكل العالم تروح وتتابع هذا المعرض واكيد تتابع النشاطات خلال هالسنة والسياسة اللي وضعينا. يعطيكم الف عافية وبالتوفيق كمان. شكرا لكم. رح نتابع نحن وياكم مشاهدينا بقية فقراتنا. الفقرة التالية اللي بننطرها يوميا بهذا الوقت هي حظك حظ، ونشوف الابراز طبعا.